لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل قناة النيل الأخبار محمد عبد الصبور مباشرة من مدينة العريش. مرحبا بك محمد، لو تضعنا في تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع. تحياتي جوهر، تحياتي لمشاهدي قناة النيل الأخبار في كل مكان. إذا بدأنا بالملف الإنساني والذي يعاني العديد والعديد من الصعوبات، إلى حد وصف العاملون الأمميون في المجال الإنساني والإغاثي بأنه لا توجد كلمات أو عبارات يمكن أن نوصف بها ما وصل إليه قطاع غزة على مدار 10 أشهر أو أكثر منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة، فلم تعد كلمة يعني ظروف غير إنسانية أو ظروف مأساوية تكفي لوصف هذا الوضع داخل القطاع. ولكن على أي حال هناك العديد من المؤشرات التي تترجم هذا الوضع عندما نتحدث عن استهداف تقريبا كافة مراكز الإيواء وأماكن والمدارس التي تأوي نازحين، بالإضافة إلى البنية التحتية الصحية ومنظومة المياه ومنظومة الصرف الصحي وآبار المياه، فإذا لم يعد يتبقى لأهل قطاع غزة أي شيء يمكن أن يستندوا عليه. فيما يخص ملف المساعدات الإنسانية يعني ربما يحمل لغز كما ذكرت في صدر الخبر، نتحدث عن مرور 4 شاحنات فقط للغاز و4 شاحنات للسولار دون أي مساعدات إنسانية على الإطلاق. يعني المنطق والعقل يقول إلى أي مدى يمكن أن تكفي مثل هذه النوعية من الشاحنات، على الأقل الاحتياجات التي يعني تحتاجها المستشفيات وتحتاجها أبار المياه لكي تولد طاقة كهربائية من خلالها يمكن استخراج المياه النقية النظيفة من خلال هذه الأبار. فبالتالي إسرائيل تستخدم أكثر من سلاح لترقيع أهل قطاع غزة أو لتحقيق نصر عليهم، بدءا بسلاح الأمراض الفتاكة ثم سلاح التجويع ثم سلاح الحصار ثم سلاح القصف الجوي والمدفعي وإلى ذلك، على الرغم من اكتظاظ الآلاف من الشاحنات المحملة سواء بالسولار أو الغاز أو المواد الغذائية والدوائية والطبية، وعلى الرغم من محدودية وضآلة المساعدات التي تصل من البوابة المجاورة لمعبر رفح وصولا إلى معبر كرم أبو سالم، حتى هذه المساعدات القليلة جدا ربما لا نعلم ما إذا كانت وصلت إلى أهل قطاع غزة أم لا. في الغالب يتم تسليمها في المنطقة اللوجستية التابعة لمعبر كرم أبو سالم من الجانب الإسرائيلي، ثم بعد ذلك ينصرف سائق هذه الشاحنات، ولا نعلم ما إذا كان الجانب الفلسطيني يعني استلمها أم لا، وفي الغالب لا يتم تسليمها لهم، وتتعرض هذه الشاحنات أيضا لعدد من الاعتداءات من جانب المستوطنين. هذا الموقف الإنساني الصعب يتزامن مع عمليات عسكرية مستمرة بطول القطاع من شماله بدءا من بيت لاهيا وبيت جباليا إلى المحافظات الوسطى في حي الزيتون ودير البلح، مرورا بالقطاع الجنوبي من غزة وهو مدينة رفح الفلسطينية وتحديدا منطقة تل السلطان التي تشهد دائما اشتباكات عنيفة مثلها مثل دير البلح وحي الزيتون وإلى ذلك. وبالتالي هذه العمليات العسكرية المتصاعدة تعرقل إيصال المساعدات. أما الجانب الآخر فيما يتعلق بمرض شلل الأطفال وانتشاره، هناك مطالبات أممية مكثفة من الجانب الإسرائيلي بأن يتم على الأقل وقف العمليات القتالية لمدة 3 أيام حتى يتسنى إعطاء هذه الجرعات لأطفال قطاع غزة. إذا نتحدث عن وضع عسكري متصاعد يقابله وضع إنساني أكثر مأساوية، ويقابله أيضا وضع من ناحية المساعدات صعب للغاية وصعب جدا في إيصال هذه المساعدات إلى أهل قطاع غزة. نعم محمد. أشكرك الزميل محمد عبد الصبور مراسل قناة النيل للأخبار، كنت معنا مباشرة من العريش على هذه المعلومات.